يا حضرة الطابز، شوف لا تصيح عليها، أشاء أكلمك كلمتين بس واسكت. قل لي دحين، ما هي مشكلتي؟ ليش تزعلان مني وحضرة الطابز؟ حليوة أقل حاجة قولوا لي، ما هي تهمتي؟ ما سويت؟ ما عملت؟ ما هو اللي تسحبوني؟ عيب يا فندم، انتم دول المفروض تسحبوني مثل المجرمين، ما ذنبنا. انت عليك بلاغ، ايش نسوي لك؟ نحقر لك؟ اكتب عندك يا عسكري. ما يكتب عنده، لا تكتب شبني، ها لا صدق زن طابز، لا تكتب. حيزران جلستي مكانك؟ تمام. حيزران كسرتي الاشياء، انزلي وقفي مكانك زي الاوادم. نحن كيف انزلي مكانك وجلسي بقعتك؟ وقفي هنا المكان ما كنت واقفه. لا ترمش لحن قولوا لي، ما هي تهمتي في دالك؟ انت عليك بلاغ من اهي فربشه، جاركم اللي في الحديده. الله الله، اهي فربشه؟ من هو اهي فربشه؟ بعث الله من سبحانه جلدكم، ما جابوا اهي فربشه ذي عندكم، وبعدين ما سويت لها انا. قولي لنفسك، ما نخليك تتفيضلي وتدخلي تضمني على زوجك نعمه. يي صح، يي تذكرت، يي تلقى صحته الى يا فندم، من زمان انتهت، وقام انثارات وقام حروب وذا، وانتوا عندكم ذاكر للموضوع ذا انتهى خلاص. شوف انت جاي تسمع القصه. ايوه تفضلي. نعمان مرحوم. ايوه شوف، كان مريض، كان عنده، وقع فيه يوم من الايام وقع فيه جلطة في الرئتين وانتفاخ في العمود البصري، ذا اللي هو هنا العمود الفقري. انت معك عمود فقري؟ معي عمود. هم كان معاه اثنين، انزل كان عليه وفتك وخرجن من اضلاعه. المهم وذا يا فربشة المحمل ذا يدخل في الموضوع، ايش اقول لك؟ انه وانا من حبالتي منها، شلوني من شلوني، دخلت في الموضوع قالوا شن شاهد وضمين، دخلت وبصمت على الموضوع بس تم حكاية، وبصمة قدمت سحبت من ذاك اليوم، يعني ما فيش عليه شيء وحضرة الطابز. وهذا اللي أدبرك يا أخي زران، إن أنت ضمنتي على هذا الشخص، ما نخليك تتفضلي تضمني عليه، ليش ضمنتي عليه؟ الآن لازم واحد من قرايبك يجي لهنا يسدد عليك أو يضحي بنفسه أو يحتبس لما قد أنت تسددي فلوس الناس. لا مالك إيش أحتبس أنا؟ ما تحتبسي؟ نعم، لما تسددي الفلوس. أنا ما دخلني أنا في، يا ربي شو حول لي ذحين واحد في هذا؟ ايش في يا فندم؟ ايش في يا فندم؟ اكيد انه بلاغ كاذب، اكيد انه بلاغ كاذب يا فندم، بس الله بالحرمه ذي المسكين تعمل حاجه ما تعمل شيء، انا داري به. صح يا فندم، والله ان انا مسكينه قسما بالله، وذا خلي يحتبس بدل انا شغله. من هذا؟ ذا خطيب، الخطيب خطيب الجامع. من انت؟ ابو رحمن. خطيب ايش؟ هذا هو جارنا، جار يقرب لي ابو ظبي. من قرايبك يعني؟ يا ذا والله جابك الله في الوقت المناسب. ايش في يا فندم؟ الان انت تدخل تحتبس مكان خيزران لما قد هات تسدد الفلوس. يا فندم انا جاي اعمل معروف معه، لا اعرف لا ابو ربشه ولا ابو جنتي. خلاص انشط الروح، انا حبس لهم الرجال، انت مجنون. انجلس يحتبس بدل، انا يحتبس بدل يا فندم. صح، انتوا واحد منكم بيحتبس اليوم لما تدفعوا فلوس الراجل هذا. من فيان نسدد الفلوس. خيزران تعال. تعالي يا فندم، انا جيت اعمل اللي معروف وما اعرف لا ربشه ولا اعرف احد. على اذنك يا احمد. يا الواد انا شاكي. محمود، يا محمود. حيزران ارجعي هنا. ابن الكلب حرام. ها انت بعد احتبسي يا حيزران لما تسددي الفلوس اللي عليك يا اخي. اجوز مسكينه، كيف احتبس عندكم؟ كيف يرضى قلبكم يا فندم؟ ابو الرحمه اذا ما وريتك فانا امك.